الأسبوع اللي فات بدأنا نتكلم على موضوع الاستريسز، عرفنا إزاي نحسب الفيرتيكال استريسز في التربة نتيجة الأون ويت بتاع الصويل والأنواع المختلفة للإنسيتو استريسز، وبعدين بدأنا ندخل على الاستريسز ديو تو الفاونديشن لودز. خدنا مجموعة حالات وكنا انتهينا بالحالة لحساب الفيرتيكال ستريسز عند نقطة داخل السويل نتيجة حمل يونيفورم أو يونيفورم ستريسز على ريكتانجلر اريا زي اللي قدام حضراتكم دي. وقلنا لما بيكون النقطة اللي أنا عايز أحسب عندها الستريسز موجودة داخل المستطيل بحط بعتبر النقطة دي رؤوس مستطيلات بالشكل اللي قدام حضراتكم ديت، وبيكون الستريسز اللي موجودة عندها بالسوبر بوزيشن عبارة عن الستريسز نتيجة المستطيل واحد، المستطيل اثنين، المستطيل ثلاثة وأربعة وهكذا. بالظبط زي ما قدرنا نجمع باستخدام السوبر بوزيشن نقدر نطرح باستخدام السوبر بوزيشن. ازاي؟ يعني افرض النقطة اللي قدام حضرتك دي بدل ما كانت جوه الريكتانجل براه، وليكن مثلا على نقطة على امتداد الخط ده هنا كده، يبقى في الحالة دي هيبقى عندك مستطيل كبير بيضم النقطة دي، تمام؟ هتحسب الاستريسز نتيجة المستطيل ده، هيكون اتولد مستطيل اوريدي مش موجود، ده فيرشوال لود كده محطوط عشان تقدر تشتغل. يبقى المستطيل الجديد ده اللي اتكون هحسب الاستريسز الناتجة منه عند النقطة دي واطرحه من الاستريسز الناتجة من المستطيل الكبير تديني الاستريسز اللي انا عايزه. يبقى زي ما لما تكون النقطة جوه بجمع، ومن غير تفكير لما تكون النقطة بره فهتخلى انت شكل جديد مش موجود فهتطرح الاستريسز الناتجة منه. ماشي يا شباب؟ طيب ده كان بالنسبة لحمل يونيفورم بيأثر على مساحة مستطيلة. طيب لو الحمل مثلث بيأثر على مساحة مستطيلة، أصبح عندي حمل على شكل مثلث بيأثر على مساحة مستطيلة. الحمل المثلث ده الرأس بتاعه الناحية دي وأكبر قيمة في الناحية اللي ورا بالشكل اللي حضرتك ده، يبقى دوت واخد شكل منشور، واخد شكل منشور. القاعدة القدامانية القيمة بصفر والقاعدة الخلفية القيمة بكيو. المفروض إن أنا عندي أربع نقط تحت المستطيل على أركان المستطيل، النقطتين اللي قدام زي بعض والنقطتين اللي في الخلف زي بعض بالظبط، يبقى أنا مطلوب مني إن أنا أحسب تحت النقطة دي عند أي عمق وتحت النقطة اللي ورا عند أي عمق. النقطة القدامانية بسميها E1 وعلى عمق زد، والنقطة التانية بسميها الـ E2 وعلى عمق زد. طبعا المعادلات اللي قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين معادلات محترمة، مش مطلوب من حضرتك المعادلة دي بالذات تحفظها، لو انا محتاجها منك في امتحان او خلافه طبعا في الشيت انت قدامك الحاجة، لكن دي بالذات لو في امتحان او خلافه هجيب لك الايه؟ لو ما جبتها لكش يبقى بتشتغل بالقيمة الافرج، انك انت بتشتغل على انه مستطيل بالافرج لود. طبعا هتلاقي دلتا سيجما زد عند اي واحد، المعادلة الكبيرة اللي قدام حضرتك دي، دلتا سيجما زد عند اي اتنين المعادلة دي، والمعادلة الاولانية والتانية فانكشن في كي وام وان اللي البارامترز بتاعهم قدام حضرتك. دي لو جبتها لك هتبقى تطبيق مباشر، والمعادلة كل اللي مطلوب منك في اللحظة دي انك تعرف ازاي تجيب البارامترز بتاعتها وازاي تعوض فيها وايه اي 1 وايه اي 2، غير كده مش مطلوب من حضرتك.
نيجي بقى على طريقه نيومارك شارب. نيومارك شارب ودي طريقه مهمه جدا واحنا لغايه دلوقتي بنستخدمها في شغلنا في الهندسه. ليه بقى؟ الطريقه دي بتتميز انها تصلح لجميع الاشكال، يعني تنفع لمستطيل، لدايره، لمثلث، لشبه منحرف، لشكل مركب من الاشكال دي كلها مع بعض. الافتراض الوحيد فقط ان اللود اللي عليها لازم يبقى يونيفورم لود او يونيفورم ستريسس، لكن شكل الفاونديشن ايه زي ما قلت لك كل الانواع تشتغل، بل الاكثر من كده ممكن ثلاث اربع انواع مع بعض يبقوا موجودين معاك وتحسب لهم على طول. ازاي نشتغل بنيومارك شارت؟ طبعا في الاول بقول لك المعادله وهنشوف بنطبقها ازاي. المعادله بتقول لك ان دلتا سيجما زد يعني زياده في الاستريسز او زياده في الفيرتيكال ستريسز عند اي نقطه على عمق زد بيساوي الكيو في الان في الاي في، يساوي الكيو في الان في الاي في. جميل جدا الكلام ده. ايه؟ ابص على التشارت اللي قدام حضرتك دي. التشارت دي عامله بالظبط زي عش العنكبوت، دوائر لها نفس السنتر وخارج منها دياجونالز بزوايا منتظمه زي ما حضرتك شايف كده. وهتلاقي الخلايا اللي بتشكلها كل ما قربت من السنتر بتبقى صغيره، ده شيء طبيعي، وكل ما بعدت بتكبر. التشارت اللي قدام حضرتك ده ممكن تلاقيه في كل كتاب مختلف عن التاني، وعشان كده هتلاقي لما يبقى في اختلاف هتلاقي في اختلاف كمان في حاجتين. ايه هما؟ هتلاقي دايما في الكورنر عندك حاجتين، حاجه بنسميها الانفلونس فاليو هي بتساوي 0.005. دي التشارت ده ممكن في مكان تاني يبقى 0.001 او في مكان تالت 0.008 وهكذا. فكل تشارت بتستعمله من حقك تستعمل اي تشارت مش هتفرق، لكن هتستعمل البارامترز بتاعه. يبقى اول حاجه تخلي بالك منها الانفرنس فاليو بنسميها هنا كاختصار اي في، يبقى الاي في اللي في المعادله هنا هي الانفرنس فاليو اللي موجوده عند حضرتك دي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هتلاقي في خط مرسوم بالشكل ده مكتوب عليه اي بي. الخط ده بيعبر عن السكيل اللي هترسم بيه المساله بتاعتك. الخط ده بيعبر عن السكيل اللي هترسم بيه المساله بتاعتك. ازاي؟ بيقول لك ان انت هتفترض ان الخط ده بيساوي العمق اللي انت عايز تحسب عنده الاستريسس. الخط ده طوله بيساوي العمق اللي انت عايز تحسب عنده الاستريس. مانيش فاهم حاجه. افهمك. يعني افرض انت عايز تحسب الاستريسز عند عمق 8 متر تحت الفاونديشن، عايز تحسب الاستريسز عند عمق 8 متر والخط ده طوله 2 سم. يبقى المفروض وانت بترسم كل 8 متر يمثلهم 2 سنتي، او بالاحرى كل 4 متر يمثلهم ايه؟ 1 سنتي. يبقى السكيل بتاعك في الحاله دي ان ال 4 متر هيساوي 1. يبقى ده السكيل اللي هتشتغل بيه. نشوف مثال كده مع بعض. يعني افرض المستطيل اللي قدام حضرتك ده 12 متر طول في 8 متر عرض، وانت دي استها لقيتها 2 سنتي والعمق 8 متر زي ما قلنا، يبقى قلنا كل 4 متر هيمثلهم 1 سنتي. طب هنا 12 متر يبقى ده يساوي كام؟ ما تغلطش، 3. يبقى 12 على 4 يبقى السكيل اللي هرسم بيه الخط ده 3 سنتي. طب العمود عليه؟ ده كان 8، 8 على 4 ب 2، يبقى الشكل ده هيترسم 3 في 2.
هرسمه فين على ورقة شفاف؟ هرسمه فين يا اخوانا؟ على ورقة شفاف. وهتعرف ليه الوقت. يبقى انت اول حاجة او اول خطوة هتيجي ترسم المستطيل او الشكل اللي انت عايز تحسبه للستريسز بالسكيل اللي قلت لك عليه ده، بنسميه ديبس سكيل او سكيل العمق. وتقوم جاي موقع النقطة دي بنفس السكيل. يعني ايه اوقعها بنفس السكيل؟ يعني النقطة دي لو على بعد 4 متر من الخط ده يبقى ارسمها على بعد كم من الخط ده؟ ها؟ 4 على 4 ب1 سنتي. تمام؟ ولو على بعد 6 متر من الخط ده يبقى على بعد كم في الرسم؟ 1.5. كل ده زي الفل. رسمت على الشفافة الشكل ده أو في حالتنا المستطيل ده ورسمت النقطة، ساعات تقوم جايب الشفافة وحطيتها على الرسمة دي بالشكل ده. ازاي يعني؟ يعني الشكل يتحط على التشارت ده بحيث ان النقطة اللي انت عايز تحسب عندها الاستريسز تكون منطبقة على السنتر بتاع الدوائر. النقطة اللي انت عايز تحسب عندها الاستريسز تكون ايه؟ منطبقة على النقطة اللي عايز تحسب عندها الدوائر. بعد كده تعمل ايه؟ تيجي تحسب عدد الخلايا اللي موجودة جوه المساحة دي. كل اريا محاطة بدايرتين واتنين دياجونال بسميها سلة او خلية. تقوم سعادتك تيجي تعد عدد الخلايا اللي موجودة جوه، هتلاقي على الاطراف خلايا مش كاملة. حضرتك بالنسبة والتناسب تجمعها، يعني هتيجي على الجزء ده مثلا عبارة عن ربع خلية، الجزء ده تلت خلية، تجمع الحدود اللي على الاطراف بالنسبة والتناسب بصورة تقريبية ويبقى حسبت العدد الكلي، وده يبقى ان ده. تمام؟ يبقى انت الاي في قلنا الانفلونس فاليو، قلنا الان النمبر اوف سيلز اللي انكلودد جوه ريكتانجل، الكيو هي اليونيفورم ستريس اللي ابلايد على سطح الاساسات من فوق. الكيو اليونيفورم ستريسز اللي ابلايد على السطح من فوق. تعوض تجيب القيمة بتاعت الاستريسز عند سيجما زد. الأمر ده ممكن يبقى أكتر من كده بكتير، إزاي؟ أنا ممكن يبقى عندي أساسات كاملة. يعني بعمل أساسات لعمارة عبارة عن مجموعة من القواعد، إريات مستطيلة ومربعة مثلا جنب بعضها، وأنا عايز أحسب الاستريسز في نقطة على عمق مثلا 4 5 متر نتيجة القواعد دي كلها. دي أفضل طريقة ممكن تستخدمها وأسرع طريقة. أنت أوريدي هتقوم راسم الرسمة بالسكيل اللي قلت لك عليه على شفافة، طبعا الأوتوكاد النهاردة ما شاء الله هترسم على طول وعلى الشفافة وتحدد النقطة اللي أنت عايز تحسب عندها الاستريسز. تيجي في جميع الأحوال النقطة اللي أنت هتحسب عندها الاستريسز تبقى هي في السنتر بتاع الدوائر. وبعد كده تبدا تجمع السيلز اللي جوه المستطيلات بتاعه الفاونديشن، تجمعها كلها معايا يا شباب، وتيجي تعوض هنا وبالاي في والكيو هتطلع الدلتا سيجما زد نتيجه كل القواعد اللي موجوده عندك. حاجه كمان، افرض انت سعادتك المستطيل اهو وعايز تحسب الاستريسز عند نقطة بره المستطيل، أعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نرسم مستطيل كبير ونطرح منه المستطيل الصغير. يا راجل، ليه كده طيب؟ ما ربنا مسهلها لك. نعمل إيه؟ طب إيه أنت؟ نعمل إيه يا عم؟ بس زي الفل كده. يعني سعادتك النقطة بره هنا. تمام؟ سعادتك هترسم المستطيل ده بالسكيل اللي اتفقنا عليه،
النقطة دي هتحطها برة بنفس السكيل، تيجي تحط النقطة دي في السنتر وتحسب عدد الخلايا اللي موجودة جوه المستطيل. وصلت ولا ما وصلتش؟ ها النقطة أهم حاجة عندك، النقطة اللي عايز تحسب عليها الستريسز تبقى فوق الايه؟ السنتر. السيلز تتحسب في الاريا اللي ايه؟ اللي بتأثر عليها الاسيد. ماشي يا اخوانا؟ واضحة ولا ها؟ ولا بعد الظهر المسألة بتبقى صعبة؟ واضحة؟ حد مش فاهمها؟ جميل. يبقى الطريقة دي بسميها نيوماركس شارت ميثود، ودي طريقة بقول لكم رغم انها جرافيكال سوليوشن لكن هي مع استخدام الاوتوكاد البرامج الحديثة تقدر ترسم اساسات بالكامل بسرعة، ترسمها بالسكيل اللي انت عايزه، توقع النقطة، تطبع على شفافة، تحسب وتعد الاسترس. الامر اصبح سهل جدا معك. طيب نيجي للطريقة بقى بتاعة المهندسين، بسميها احنا الانجينيرينج ميثود. تعرف المهندسين يحبوا يجيبوا من الاخر، المهندسين يحبوا ايه؟ يجيبوا من الاخر. بس الطريقة دي زي ما هوضح لك عيوبها هتخلي بالك منها. الطريقة دي بتفترض، ركزوا معانا يا اخوانا، الطريقة دي بتفترض فرض اساسي وصحيح اللي هو ايه؟ ان انا لو عندي استريسز موجودة عند الفاونديشن، كل ما بنزل بعمق تحت الفاونديشن المساحه اللي بتاثر عليها الاستريس دي بتزيد. المساحه بتزيد، يعني معنى كده ان الاستريسز بتفرش كده. تمام؟ هي افترضنا، وده التقريب لان طبعا مش صح، افترضنا ان الاستريسز بينتشر مع العمق بميل 2 راسي لواحد افقي. افترضنا ان الاستريسز بتتوزع مع العمق بميل 2 راسي اهو لواحد افقي. ودي النقطه اللي مش اكوريت قوي، لان نسبه التوزيع او ميل الاستريسز وهي بتوزع بيختلف من نوع تربه للتاني، وكل ما التربه كانت قويه كل ما كان الشكل مور فلات، كل ما الاريا بتزيد. فهنا هفترض ان الاستريسز بتميل 2 لواحد، يعني معنى كده ان انا لو عندي اريا في الاول اهي بي في ال، اللي هي الاريا اللي جوانيه دي بي في ال، بعد عمق زد عند الخط ده هلاقي المسافه دي كام؟ الحته الصغيره دي زد على 2، وهنا كام؟ يبقى معنى كده ان البي اللي كانت فوق بقت بي زائد زد تحت، والال اللي كانت فوق بقت ال زائد ايه؟ زائد زد تحت. يبقى الاريا البي في ال فوق بقت اريا بي زائد زد في ال زائد زد تحت. بس خلاص. يبقى انت سعادتك هنا عايز تحسب الاستريسز هنا، اول حاجه بتحول الاستريسز اللي فوق لكونسنتريتد لود. يبقى الكيو في بي في ال هيحولها لك الكونسنتريتد لود، وبعد كده تقسمها على الاريا الجديده اللي تحت اللي هي بي زائد زد في ال زائد زد، هيطلع لك الفيرتيكال ستريسز هنا. بس تخلي بالك بقى الفيرتيكال ستريسز اللي موجود على الليفل ده هي الافريج فيرتيكال ستريس، لان المفروض ان هم مش متساويين. انت لو جيت ترسم، لو جبت تطبق اي طريقه خدناها قبل كده هتلاقي الستريسز بتعمل كيرف بالشكل ده، لكن هنا الطريقة دي بتديك الافريج. استخدمها امتى؟ لما انا اكون بتعامل مع قيم افريج، يعني عايز احسب افريج ستريسز، افريج سيتلمنت. لكن لو انا عايز احسب ستريسز عند نقطة او سيتلمنت عند نقطة لازم استخدم الطرق اللي بتحسب عند نقط مش عند مستوى. واضح الكلام؟ واضح يا شباب؟ طيب كده نبقى احنا خلصنا اول موضوع مع بعض اللي هو الاستريسز او حساب الفيرتيكال استريسز للتربه. المفروض مع بعض نخلص في السكاشن الشيت، نذاكر الموضوع ده كويس لانه بيجهزنا للموضوع اللي بعده. ارجو بسرعه، انتوا هتلاقوا الدنيا دخلت في الغامق، فارجو تكونوا ماشيين معايا، ما تريحوش مني يا اخوان. ماشي؟ لكن
احنا ما خلصناش، احنا هنخش في السيتلمنت على طول يا اخوان. لكن تخلي بالك انك قبل ما تخلص الموضوع ده يا اما مع نفسك يا مع المعيد لازم تكون عارف الثلاث حاجات دول بالاضافه للي خدناهم. لازم تكون عارف الثلاث حاجات دول بالاضافه للي خدناهم. اول حاجه ازاي نحسب الفيرتيكال انسيتو ستريسز ان مالتي لايرد سويل. انت عندك مجموعه طبقات وده شيء عادي جدا، ازاي تحسب الفيرتيكال ستريسز نتيجه وزن التربه في الطبقات دي؟ ده لازم لازم تعرف ازاي تحسب الفيرتيكال ستريسز ديو تو لورنج اوف جراوند ووتر تيبل. انت عندك الجراوند ووتر تيبل قل، منسوب الماء الجوفية انخفض، ده بيأثر على الستريسز ازاي؟ المفروض سعادتك تبقى قادر على انك تحسبه، وحاجه سهله جدا يعني. الحاجه الثالثه الفيرتيكال ستريسز ديو تو اكسكافيشن. سعادتك عندك موقع عليه اوريدي لود نتيجه الاون ويت، جيت حفرت حفره ابعادها مثلا 10 في 15 في عمق 4 متر، شلت التراب، هيأثر على الستريسز ازاي؟ ازاي احسبه؟ لازم التلات حاجات دول يا اخوانا تبقوا عارفينهم، واذا ما عرفتوش نتكلم فيهم. بس ايه حتى هذه اللحظه دول مطلوبين من حضراتكم اكنك خدتهم بالظبط، وهم تطبيق مباشر على اللي خدناه، يعني اكنه بالظبط مساله. ماشي يا شباب؟ اكنه بالظبط ايه؟ مساله. ندخل على الموضوع اللي بعده على طول وانتوا فايقين. زي ما انتوا شايفين كده الدنيا مبهوقه خالص. يعني ادي كشك مشرخ وادي بيت غايص في الارض. ده بيت غايص في الارض يا اخوانا، واضح طبعا من الشبابيك ان البيت غاص في الارض. ده كله نتيجه السيتلمنت اللي بيحصل في التربه. نتيجه ايه؟ السيتلمنت اللي بيحصل في التربه. اهم حاجتين هندرسهم السنه دي، وتقريبا كل الحاجات او كل المواضيع بتخدم عليهم، ازاي نحسب الستريسز السيتلمنت نتيجه فاونديشن لود، او ازاي نحسب السيتلمنت تحت منشا زي عماره او خلافه، وازاي تحسب البيرنج كاباسيتي اللي هي قدره تحمل التربه. لان انت في النهايه اما بتيجي تصمم اساسات دول العنصرين اللي بتشيك عليهم، البيرنج كاباسيتي بتاعه التربه او قدره تحمل التربه والسيتلمنت. المفروض البيرنج كاباسيتي او الاستريسز اللي بتاثر على السويل تكون اقل من البيرنج كاباسيتي بتاع السويل، والمفروض السيتلمنت اللي يحصل في المبنى يكون اقل من اللاوبل سيتلمنت طبقا للكود. وهنشوف الكلام ده مع بعض. طبعا ده يعتبر السيتلمنت يعتبر اطول موضوع هندرسه السنه دي، اطول موضوع هندرسه السنه دي. هندرس طبعا في الاول بتبقى فيه جنرال انترودكشن، بعد كده بنعرف التايبس اوف فاونديشن سيتلمنت. التايبس دي كلها هندرسها مع بعض كل على حده، اللي هي الاميديت سيتلمنت والكونسوليديشن سيتلمنت اللي هو بينقسم لنوعين، البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت والسكندري كونسوليديشن سيتلمنت. البرايمري و سكندري كونسوليديشن سيتلمنت. طيب دايما هتلاقي اي كتاب بيتكلم على السيتلمنت برج بيزا لازق في اوله، لان هو اول حاجه بدات تبين للناس خطوره السيتلمنت. حتى هو اسمه برج بيزا المائل. مال ليه؟ لان حصل فيه سيتلمنت مش منتظم. ولو حصل فيه سيتلمنت كل النقط نزلت زي بعضها كان كله بقى في الامر انه اكنه بيغوص كله زي بعض، لكن هنا مال. طبعا الميل بتاعه خطير جدا. ليه؟ قطر المبنى ده 20 متر. الاكس بتاعه الفيرتيكال اكس بتاعه مايل بحيث في الاخر الترحيل 5 متر. الترحيل بين الفيرتيكال والاكشوال اكس حاليا فوق 5 متر، طبعا ده رقم يخض يعني، بس هو مزار سياحي والناس بتروح ومبسوطه يعني. لما نيجي نتكلم على الفاونديشن سيتلمنت نلاقي ان انا ممكن اقسمه طبقا لحاجتين.
ممكن اقسم الفاونديشن سيتلمنت طبقا لحاجتين. الحاجه الاولانيه according to rate of settlement، والحاجه الثانيه according to shape of settlement. يعني ايه الكلام ده؟ طيب بالنسبه according، اول حاجه according to rate of settlement، يعني ازاي اقسم السيتلمنت طبقا لمعدل الهبوط. هنشوف الكلام ده. اولا مبدئيا السيتلمنت طبقا لمعدل الهبوط بينقسم لحاجتين رئيسيتين، immediate settlement واحيانا بيسموه الالاستيك سيتلمنت والكونسوليديشن سيتلمنت. كلمه كونسوليديشن يعني تضاغط، لما تخش على القاموس كلمه كونسوليديشن يعني تضاغط. بعد كده الكونسوليديشن سيتلمنت بيتقسم الى نوعين تانيين، اللي هو البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت والسكندري كونسوليديشن سيتلمنت، وهنشوف مع بعض الانواع دي كلها بالتفصيل الممل. طيب according to shape، ازاي اقسم السيتلمنت اللي بيحصل في الفاونديشن طبقا لشكل السيتلمنت؟ في الحاله دي بيبقى ثلاث انواع، يا اما يونيفورم يا اما تيبنج يا اما ديفرنشال سيتلمنت. الشكل اللي قدام حضرتك ده بيعبر عن الثلاث انواع. الحاله الاولانيه يونيفورم سيتلمنت، تخيل ان المدرج ده جه كله كده نزل مع بعضه في الصويل متر. هل في تأثير على الحالة الإنشائية؟ طب المشكلة هتبقى فين؟ هتبقى في حاجتين. مبدئيا المشكلة هتبقى في حاجتين. أول حاجة إن الصحفيين وبتوع التلفزيون هيجوا جاري يقول لك البيت هيقع، وما مش البيت ده، البيت أو المدرج أو المبنى لو نزل كله زي بعض الحالة الإنشائية ما بيأثرش عليها، لكن أول حاجة بيأثر على الانفراستراكشر اللي داخل عليه، يعني مواسير الصرف الصحي، مواسير الميه، الكلام ده كله بيحصل له كسر. فأول حاجة لازم تاخد بالك منها لو أنت بتتعرض لحاجة زي كده، إن لازم الجوينت وهي داخلة مبنى متوقع يحصل له هبوط كبير تبقى حاجة بنسميها فليكسبل جوينت أو وصلة مرنة، بحيث تتحمل الهبوط اللي هيحصل. المشكلة التانية هي الشكل العام. تخيل المدرج زي كده كان على سطح الارض، حضرتك لما نزل عشان تخشه بتنزل لتحت، او ممكن تحصل حاجة اصعب من كده، ان الباب كان ارتفاعه 2.20 متر وهو كان عند الجراوند ليفل بالظبط، فلما نزل له 50-60 سم بقى عشان تخش مطلوب انك توطي كمان. فهي مشكلة شكلية لكن كحالة انشائية ما بيحصلش حاجة. الحالة الثانية اللي هي التيبنج سيتلمنت، ودي المبنى كله بيميل ميل واحد. المبنى كله بيميل ميل واحد، يعني أكنك موصل خط مستقيم بين الأساسات بتاعته، وده من اللي بيحصل لما بتكون الأساسات عبارة عن لبشة. يعني الأساسات عبارة عن ليجي درافت فاونديشن، ريجيد رافت فاونديشن، ونتيجه مثلا ان السي جي بتاع الاحمال بتاع اللي على اللبشه مش منطبق على السي جي بتاع اللبشه نفسها، فالاستريسز مش هتبقى يونيفورم، وانت عندك التربه قابله للهبوط فهتلاقي جزء يهبط اكبر من جزء، لكن نتيجه ان اللبشه قويه فهتلاقي الميل واحد. ده بيحصل لو اللبشه قويه، والاضافه لكده لو اللبشه قويه والمبنى اساسا متصمم بحيث ان هو اوفر ديزاين، الديزاين بتاعه عالي سيف مور سيف ومتنفس كويس، بتلاقيه ميل من غير ما يحصل فيه كراكس او يظهر فيه مشاكل، لكن بيميل. يبقى ده نوع، وقد يحدث فيه مشاكل لكن بصفه عامه ما بيحصلش مشاكل. وفي عندكم يعني سواء في دمياط او هنا حاجات بالشكل ده. ده التيبنج
سيتلمنت. النوع الثالث والاخير اللي هو الديفرنشال سيتلمنت، ان هو بتلاقي جزء ما من المبنى هبط بقيمه والجزء الثاني ممكن ما هبطش او هبط بقيمه مختلفه تماما، فيحصل بقى ريلاتيف موفمنت ما بين الاساسات والعمدان وهكذا، ويبدا يحصل الكراكس اللي قدام حضرتك دي. طبعا نفس الكلام بيتاكد هنا، عشان الموضوع ده مهم جدا ولازم يبقى في دماغ سعادتك قوي. يعني سعادتك ادي الجزء ده هنا نتيجة ان هنا التربة مثلا ضعيفة، حصل السيتلمنت بالشكل ده، الجزء ده اكبر من هنا ومن هنا هنا، فده ديفرنشال سيتلمنت ادى الى وجود شروخ زي ما حضرتك شايف كده. المبنى بيحصل له تنشن افقي فيفتحه بالشكل اللي قدام حضرتك دي. الكيس الثانية دي عندك الاساسات، سعادتك مثلا لو خدنا مثال وانا لسه قايله لزمايلكم في المحاضره اللي قبل دي، احيانا بنلاقي المدينه او القريه او كان فيها مثلا بركه واتردمت، ترعه واترمد، يعني شارع ترمس اسمه شارع الترعه ليه؟ كان ترعه مش كده ولا انا غلطان؟ كان ترعه. فانت لو حصل ان انت جيت ردمت مكان وبعدين جيت تعمل المنشا جزء منه على الارض الاصليه وجزء منه على الردم او الجزء الضعيف، اصبح الاساسات جزء على تربه قويه وجزء على ايه؟ تربه ضعيفه، وما خدتش الاحتياطات اللي يجب ان تتخذ وهتعرفوها بعدين، فتلاقي ادي التربه القويه وادي التربه الضعيفه، ده هيحصل له ايه؟ سيتلمنت اكبر بكتير من الجزء ده، وبالتالي يبدا يحصل الكراكس اللي حضرتك شايفها دي. نفس الكلام هنا، عندك ادي مالتي ستوري فريم، مالتي ستوري فريم الجزء ده ما حصلوش اي هبوط، هنا هبوط متساوي ما بيأثرش على الحاله الانشائيه لكن زي ما قلنا بيأثر على حاجات ثانيه، وهنا ديفرنشال سيتلمنت، القاعده دي هبطت بقيمه، القاعده دي ما هبطتش، القاعده دي هبطت بقيمه مختلفه، فيبدا المبنى يحصل فيه شروخ بالصوره اللي حضراتكم بتشوفوها. ماشي يا شباب؟ طيب نيجي نخش على الانواع بتاعت السيتلمنت طبقا لتقسيمه الريت اللي احنا قلنا برايمري كونسوليديشن سيتلمنت، قصدي الاول immediate سيتلمنت، وزي ما قلت لك احيانا بيسمى immediate سيتلمنت او elastic سيتلمنت، يا immediate يا elastic الاثنين تعبير واحد. وعندي النوع اللي بعد كده البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت، والنوع الاخير سكندري كونسوليديشن سيتلمنت. ايوه نعم، بتبان ايه؟ والله على حسب، يعني انت ممكن، هي طبعا كل ما بتعلى كل ما بيقل تاثيرها، ليه؟ لان في الادوار القريبه من الاساسات هي اللي بتاخد الاول، لكن دي بتتوقف على الديزاين وعلى القطاعات، قطاعات العمدان، قطاعات الكمرات، الطوب اللي موجود جودته، حاجات كميه الفتحات اللي موجوده، ما تقدرش تحسبها ابدا. لا لا اكتر طبعا، بساعات ممكن تلاقي في الدور الخامس عندك شروخ عادي جدا، يعني لان عمود هبط مثلا لوحده والباقي ما هبطش، ونزل في الاول بينزل اكتر، الباقي تاثيره اقل اقل لغايه ما فين بقى، دي على حسب. طيب نيجي للاميديت سيتلمنت او الالاستيك سيتلمنت، ده اولا بيحدث لجميع انواع التربه، يبقى اول حاجه في الاميديت سيتلمنت ده بيحدث لجميع انواع ايه؟ التربه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بيحدث فور الانتهاء من الانشاء او اثناء الانشاء، يبقى ده يحدث لجميع انواع التربه، ويحدث فور الانتهاء من الانشاء او اثناء الانشاء، بحيث لما بيخلص انشاء بيكون الاميديت سيتلمنت خلص. طبعا كلمه اميديت هنا مساله نسبيه، يعني اميديت مش معناها ثانيه، الاميديت ممكن تبقى يوم، ممكن يبقى يومين، تبقى ثلاثه، لان بقارنها بايه؟ بالبرايمري كونسوليديشن سيتلمنت مثلا ممكن ياخد سنتين ثلاثه،
فلما اقول يوم ويومين وثلاثة اقارنهم بسنة وسنتين وثلاثة، دي مقارنة ريلاتيف. ده بالنسبة للإميديت سيتلمنت. البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت ده لا يحدث إلا للتربة الطينية المشبعة ساتوريتد كلي سويل. التربة الطينية المشبعة أو الساتوريتد كلي سويل، ويحدث نتيجة خروج المياه من التربة الطينية المشبعة عند وضع الحمل عليه. ماشي يا اخوانا؟ يحدث نتيجة خروج المياه من الفراغات اللي في التربة الطينية المشبعة بعد وضع الحمل عليه. ولما اقول تربة طينية يعني اي تربة فيها كلي، يعني السيلت كلي بيحصل له برايمري كونسوليديشن سيتلمنت، الكلي سيلت بيحصل له برايمري كونسوليديشن سيتلمنت، الساند كلي بيحصل له برايمري كونسوليديشن، يعني اي حاجه فيها الكلي بيحصل فيها البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت. يبقى قلنا الاميديت، قلنا البرايمري. السكندري كونسوليديشن سيتلمنت برضه لا يحدث الا للتربه الطينيه المشبعه زي البرايمري كونسوليديشن، وده بيبدا بعد انتهاء البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت، وبيكون نتيجه اعاده ترتيب اوضاع الحبيبات في التربه مع ثبات الحمل. يبقى ده اولا بيحدث برضه في التربه الطينيه المشبعه فقط، ويحدث بعد انتهاء البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت، وده بيكون نتيجه اعاده ترتيب اوضاع الحبيبات في التربه مع ثبات الحمل. يعني انت قصرت بعماره، تمام، عملت عماره 10 ادوار، بعد سنتين حصل البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت، بعدهم يبدا السكندري كونسوليديشن سيتلمنت يشتغل، ياخد له بقى 8 سنين 7 سنين براحته. طبعا ده بيتوقف على حاجات كتير هنشوفها مع بعض. ماشي يا اخوانا؟ نيجي نشتغل على اول حاجه اللي هي الاميديت سيتلمنت، وزي ما قلنا ممكن اسميه الالاستيك سيتلمنت، لانه جزء من تعريفه ان بعد ما بشيل الحمل بترجع التربه لوضعها الاصلي. بعد ما بشيل الحمل كحاجه الاستيك بترجع التربه لوضعها الاصلي، وده زي ما قلنا بيحدث لجميع انواع التربه. وطالما هو الاستيك سيتلمنت يبقى ممكن استخدم نظريه المرونه او الالاستيستي ثيوري في الكالكوليشن. يعني ممكن استخدم الالاستيستي ثيوري او ثيوري اوف الاستيستي وانا بحسب الاميديت سيتلمنت. برضو نفس السلايد دي انا وريتها لكم قبل كده، باكد تاني، انت لو عندك ريجيد فوتنج الهبوط بتاعها بيكون متساوي بالشكل اللي قدام حضرتك ده، ولو عندك فليكسبل فوتنج بياخد الكيرفيتشر اللي قدام سعادتك ده. بس عايز اكد على حاجه، كلمه ريجيد والاستيك، ريجيد وفليكسيبل كلمة ريلاتيف لأنها بتعبر عن حالة بين وسطين. ازاي؟ ناخد الحالة الاكستريم، نيجي مثلا الكتاب البسيط اللي قدام سعادتك ده، ده ضعيفة مش كده ولا ايه؟ لو انت حطيت، مش هقول لك الكتاب، لو حطيت الكفر ده بس على وش الميه، هل هيحصل ديفورميشن؟ مش هيحصل ديفورميشن، بالعكس انت لو ضغطت عليه هتلاقيه بيغوص زي ما هو كده في الميه، تمام؟ يبقى ده ناتج ليه؟ لان انا حطيت حاجه رغم انها ضعيفه بس على حاجه اضعف منها بكتير،
فالريلاتيف ريجيديتي هنا او الريلاتيف ستيفنس في صالح الكفر ده. ده زي بالظبط لو انت جبت فوتينج العمق بتاعها معقول مثلا 50 سنتي فوتينج فاونديشن قاعده وحطيتها على فيري سوفت كلاي. الفيري سوفت كلاي ده لما تيجي تشوفه يعني اكنه زي الروبه كده، زي الروبه. عشان تعرفوا الروبه لما الترعه في البلد او المصرف بيجف، لو جيت تنزل كده في الترعه مش رجلك بتغوص كده، ده الفيري سوفت كلاي. ده الفيري ايه؟ سوفت كلاي. لو جيت عملت عليه قاعده ارتفاعها مثلا 30 سم، هل القاعده هيحصل لها ديفورميشن؟ لا، هتلاقيها غاصت زي ما هي. لكن على العكس بقى تماما، لو انت جبت قاعده ارتفاعها متر وحطيتها على دنس سند وحملت القاعده، هيحصل ديفورميشن في القاعده. فالمساله نسبيه يا اخوانا، زي ما بقول لكم كلمه ريجيديتي لازم تبقى مرفق معاها ايه اللي معاك فيها او ايه اللي ان كونتاكت مع الحاجه دي. وتخلوا بالك بالكلام ده وهيتوضح معانا دلوقتي. طيب اول حاجه هندرسها، لو انت عندك فوتينج سواء ريجيد او فليكسبل هيبان دلوقتي، العمق بتاع التربه انفينيتي ما لا نهايه، والفاونديشن ليفل زيرو يعني على سطح التربه. دي افتراضات للسهوله، دي افتراضات اوليه كده للسهوله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نرجع للسلايد تاني، بقول لك لما اقول لك ان العمق ده ما لا نهايه يعني ما فيش طبقه ريجيد تحت اللي هي طبقه الصخر اللي ما بيحصلهاش هبوط خالص. يبقى الطبقه دي الارتفاع ده اللي هو اتش ممتد تقريبا الى ما لا نهايه. والقاعده دي كمان فوق سطح التربه، يعني عندي الزيرو ليفل. القاعده فوق سطح التربه يعني عند الزيرو ليفل. في الحاله دي بنقول لك ان السيتلمنت الايميديت سيتلمنت اللي انا برمز له بالرمز اس اي بيساوي البي في البي على الاي اس في واحد ناقص ميو تربيع اس في اي، حيث البي بتساوي الكيو على البي في ال، حيث الكيو الكونسنتريتد لود اللي بيأثر على القعدة. اهو ادي الكيو كونسنتريتد لود اللي هو الحمل العمود اللي بيأثر على القعدة، هقسمه على ابعاد القعدة اللي هي بي في ال، يديني الاستريسز تحتها اللي بيساوي البي تقيله دي. بعد كده البي عرض القعدة اللي هو البعد الصغير بتاع القعدة، الاي اس المودلس اوف الاستيستي بتاع السويل، الميو اس بوسونز ريشيو، ودايما هي في السويل بتتراوح من زيرو لنص، ولو مش معطى لك في المساله بتاخدها من 2 من 10 ل 3 من 10، او عايز تريح نفسك احفظها 25%. لو مش جيفن الاي ده بسميه كوفيشنت اوف شيب اند ريجيديتي، الاي كوفيشنت اوف شيب اند ريجيديتي. ازاي الكلام ده؟ هنشوف في الجدول اللي جاي ده. ادي جدول عشان اطلع قيمه الاي، بلاقيه بيتوقف على شكل القعده وهل هي ريجيد ولا فليكسبل. بيتوقف على شكل القعده وهل هي ريجيد ولا فليكسبل. ولغايه المرحله دي انا اللي هبقى اقول لك انت في قعده ريجيد ولا فليكسبل. طيب هنا قدام حضرتك نمسك كده الحاله الاولانيه، سيركل، القعده على شكل سيركل مدوره وفليكسبل اهي. بيقول لك ان الامر الاي الافرج اللي هي هتتضرب في المعادله، ارجع لها تاني اهي، الاي اهي دي انا بدور عليه، الاي الافرج بتساوي 85%.
لكن ده فليكسبل فايه واخده كيرفتشر. هلاقيها عند النص لو على البريمتر من بره او في نص ضلع المستطيل هتساوي 64% في السنتر اللي هو اعلى حاجه هتساوي 1. يبقى هو الكيرفتشر اكبر حاجه طبعا في النص واقل حاجه على الاطراف. لو ريجيد بص كده بقى في الريجيد الافرج كام؟ ليه؟ لان السيتلمنت كله ثابت. نفس الكلام هتلاقيه في السكوير، نفس الكلام هتلاقيه في الريكتانجل. الريكتانجل الاي ما بتختلفش من مكان للاخر. السكوير نفس الكلام، الدايره نفس الكلام، ليه؟ القاعده الريجيد السيتلمنت فيها ثابت. ماشي يا اخوانا؟ جميل جدا. طبعا الجدولين اللي قدام حضراتكم دول، الجدول الاولاني بيديك قيم مختلفة للمودلس اوف الاستيستي عشان جاست فقط تبقى عارفها، لكن لا مطلوب انك تحفظها ولا حاجة. بس انت كمهندس في لحظة زنقت محتاج تعرف قيمة تقريبية للمودلس اوف الاستيستي. عندك الانواع المختلفة، عندك الانواع المختلفة، وهتلاحظ الرينج الكبير اللي موجود ما بين السويل. انا عندي هنا السوفت كلاي 1800 كيلو نيوتن على المتر المربع. بعد كده الدنس ساند 35000 كيلو نيوتن على المتر المربع. شوف الفرق قد ايه؟ هاي ده بالنسبه للمودلس اوف الاستيستي. نيجي لبوسونز ريشيو، دي للانواع المختلفه، وزي ما قلت لك جنرالي في السويل هي بتتراوح من الصفر، اقل قيمه الصفر واكبر قيمه نص، استحاله تزيد عن النص. لو زادت عن النص بتعمل مشاكل كثيره جدا نيوميريكال يعني، لكن هي لا تزيد عن النص. فمثلا في اللوس ساند بتساوي من 2 من 10 ل 4 من 10، الميديوم ساند 25% ل 4 من 10، وهكذا. وزي ما قلت لك القيم ديت فور يور انفورميشن، مش مطلوب من سعادتك انك تحفظها. طيب ندخل بقى مور ديب. دي طريقة جديدة لحساب الاميديت سيتلمنت، وهتطبق ان شاء الله في الكود المصري الجديد. هتطبق في الكود المصري الجديد اللي من المتوقع ان في خلال سنة او سنتين ان شاء الله يبقى جاهز ما بين ايدين المهندسين. الطريقة دي تقريبا بتاخد كل العناصر اللي ممكن تأثر على الاميديت سيتلمنت في الاعتبار، زي ما هنشوف كده قدام حضرتك. أنا عندي قاعدة أهي فوتنج أبعادها بي في ال على عمق وهتاخد تأثيره دي اف من سطح الأرض، وطبقة الروك أو الريجيد بيز على عمق اتش تحت القاعدة. يعني هنا الدبس بتاع السويل مش انفينيتي ولا حاجة. ده انا هفترض كمان فرض كمان ان المودلس اوف الاستيستي متغير مع العمق، بيزيد زيادة لينير مع العمق زي ما قدام حضرتك. المودلس اوف الاستيستي بيبدأ بالقيمة اي نود وينتهي بالقيمة الاي اس، هنا بتساوي الاي نود زائد كيف زد. فكل حاجة خدتها في الاعتبار. طب نشوف الكلام ده مع بعض. ادي المعادلة، ادي المعادلة بتقول لك ان الاس اي بتساوي البي في البي اي واحد ناقص نيو اس تربيع على الاي اس في الاي جي اي اف اي اي الاي اف اي جي اي اي. ايه الكلام ده؟ نمسك مع بعض المعادلة واحدة واحدة. الاس اي هي الاميديت سيتلمنت اللي انا عايزه. الاس اي هي ايه؟ الاميديت سيتلمنت اللي انا عايزه. البي تقيلة سمول، البي تقيلة دي بي يونيفورم ستريس ات فاونديشن ليفل.
اليونيفورم ستريس ات فاونديشن ليفل يعني بالظبط الكيو اللي هي الكونسنتريتد لود مقسومه على ابعاد الاتي. البي اي اللي قدام حضرتك دي بسميها الاكويفالنت دايمتر فور ريكتانجولار فوتي. انا الحاله الايديال بتكون ان القاعده مدوره. بتكون القاعده مدوره، لو القاعده مستطيله او مربعه بحولها بالاكويفالنس ده لقاعده مدوره. ازاي؟ بقول ان البي اي اللي انا هطبقها معايا بتساوي الجذر التربيعي 4 بي في ال على باي. 4 الجذر التربيعي 4 بي في ال على باي، حيث البي في ال هي الايه؟ الطول في العرض. جميل يا شباب؟ طيب الاي جي كوفيشنت ديبندس اون سويل ريجيديتي. وهنشوف بنطلعه ازاي. الاي اف كوفيشنت ديبندس اون شيب اند ستيفنس اوف فاونديشن. الاي اي كوفيشنت ديبندس اون فاونديشن ليفل. باخد كل حاجه معايا في الاعتبار، ما اسيبش حاجه. النيو اس اللي هي البواسونز ريشيو. كمان الاي نوب المودلس اوف الاستيستي ات جراوند ليفل. ممكن يعطى لك، ممكن يعطى لك المودلس اوف الاستيستي ات جراوند ليفل او ات فاونديشن ليفل. المهم تطبق المعادله صح، زي ما يعطى لك تشتغل. يبقى الاي نود المودلس اوف الاستيستي ات جراوند ليفل، الاي اس المودلس اوف الاستيستي ات ديبث زد على عمق زد، وده بيساوي ايه؟ بيساوي الاي نود اللي هي الاولانيه دي زائد كونستانت في زد، كي في زد، كي ده ثابت في زد. الكي ده بقى بيساوي ايه؟ الريت اوف تشينج اوف مودلس اوف الاستيستي ويز ديبس، بيساوي بقى 1/10 2/10 3/10 على حسب ما يعطى لك. التي الفوتنج ثيكنس او الفوتنج ديبس اللي هو عمق القاعده. الاتش الثيكنس اوف سويل لير. واخيرا الدي اف الفاونديشن ديبس او عمق الفاونديشن ليفل. نعم. يبقى الدي اف وده اخر حاجه الفاونديشن ديبس او عمق التاسيس. عندنا ثلاث كوفيشنتس اللي هم اي جي والاي اف والاي اي مطلوب ان انا اعرف احسبها. ثلاثة كوفيشنت بتتوقف عليهم المسألة مطلوب ان انا اعرف احسبها. أول كوفيشنت اللي هو الاي جي. ده بطلعه من الكيرفات اللي قدام حضرتك ده. أنا عندي كل كيرف من دول بيمثل قيمة للاتش على البي اي. حيث الاتش اللي هو ايه؟ عمق السويل. والبي اي الافكتيف دايمتر او الاكويفالنت دايمتر للقاعده. ماشي يا اخوانا؟ ده مكتوب قبل كده. طيب البيتا، البيتا بيساوي الاي نود على الكي في البي اكويفالنت. الاي نود اللي هي الايه؟ المودلس اوف الاستيستي ات فاونديشن ليفل او ات جراوند ليفل. الكي اللي هو الريت اوف تشينج اوف مودلس اوف الاستيستي جيفن. البي اي الايكويفالنت دايمتر اللي انت بتحسبه الجذر التربيعي 4 بي في ال على باي. تمام يا اخوانا؟ جبت القيمه ديت اللي هي لوج سكيل تطلع بخط راسي عند الكيرف اللي انت حاسب القيمه بتاعته، تنزل افقي تجيب الاي جي. تمام كده؟ طيب الاي اف، الاي اف كيرف واحد بسيط قدام حضراتكم، بس عشان تطلع القيمه بتاع الاي اف ادي كيرف واحد. المحور الافقي برضه لوج سكيل للقيمه كي اف. كي اف الكي اف بتساوي
بنسميها الفلكسبيليتي فاكتور، وممكن تسميها الريجيديتي فاكتور، مش هتفرق. وهي هنا بتعبر عن الريليتيف ريجيديتي ما بين السويل والفاونديشن. لو بصيت للمعادله دي كويس جدا هتلاقيها بتعبر عن الريليتيف ريجيديتي ما بين السويل والفاونديشن. بص حضرتك كده الكي اف هتساوي الاي اف، واكتبها عندك لانها مش موجوده، بتساوي المودلس اوف الاستيستي الخاص بالفوتنج ماتيريال. المودلس اوف الاستيستي الخاص بالفوتنج ماتيريال. الاي نود طبعا قلنا المودلس اوف الاستيستي ات جراوند ليفل او فاونديشن ليفل. البي اي الايكوفالنت دايمتر، الكي الريت اوف تشينج اوف مودلس اوف الاستيستي بتاع السويل. يعني انت هنا بالظبط قسمت المودلس اوف تقريبا يعني المودلس اوف الاستيستي بتاع الفاونديشن على المودلس اوف الاستيستي بتاع السويل. ده اول بارامتر الترم الاولاني. الترم الثاني مكتوب ايه؟ 2 تي. تي ده الثيكنس بتاع الفوتنج على ايه؟ البي اي الايكوفالنت دايمتر بتاع الفوتنج الكل تكعيب. هتلاحظ ان اللي فوق بيعبر، الجزء اللي فوق ده كله بيعبر عن الريجيتيتي بتاع الفوتنج، والجزء اللي تحت بيعبر عن الريجيتيتي بتاع السويل. يعني ديت اكنها بالظبط، سميها فلكسبيليتي فاكتور، سميها ريجيديتي فاكتور، سميها الريلاتيف ريجيديتي، ايا كان الموقف، المهم انها بتعبر عن الريجيديتي. تطلع بخط راسي عندها يخبط في الكيرف ده، ترمي افقي تطلع الاي اف. اللي مكتوبه في اس دي هي النيو اس يا اخوانا، اللي هي البوسنز ريشيو، واللي زي ما قلت لك بتتراوح من زيرو لنص. بوسنز ريشيو بتتراوح من زيرو لنص. المحور الافقي عباره عن دي اف على البي اي، الفاونديشن ديبس على الايكويفالنت ديامتر. اجيب القيمه دي سي مثلا طلعت ب 10، اطلع راسي لغايه ما اقابل بوسونز ريشيو، انزل افقي اطلع الاي اي. جبت الليله دي كلها كده، تعوض في المعادله اللي عندك، بس اهم حاجه ما تغلطش، تلاقي نفسك طلعت على طول سيتلمنت الاميديت سيتلمنت ده عندك. اخر شريحة النهاردة، انت افترض ان انت عايز تحسب الاميديت سيتلمنت خلال تربة عبارة عن عدة طبقات. احنا كل كلامنا الاول كان عندك طبقة واحدة من السويل لها خاصية واحدة، احنا هنا بنتعامل مع سويل عبارة عن عدة طبقات، كل طبقة له الخواص بتاعته. طبعا دي معادلة تقريبية بتقول لك الآتي، إن الأفريج إميديت سيتلمنت الإس إي أفريج بيساوي سمشن سيجما على الإي إس في اتش زد. سمشن سيجما على الإي إس في الاتش زد، حيث سيجما الافريج فيرتيكال ستريسز عند السنتر لاين بتاع كل طبقه. سيجما الافريج فيرتيكال ستريسز عند السنتر لاين بتاع كل ايه؟ طبقه. الافريج فيرتيكال ستريسز عند السنتر لاين بتاع الطبقه احسبه ازاي؟ السؤال تاني، السيجما دي بقول لك هي الافريج فيرتيكال ستريسز عند السنتر لاين بتاع كل طبقه. ازاي احسب الافريج فيرتيكال ستريسز عند السنتر لاين بتاع الطبقه؟ ها؟ اه، انت عندك ابروكسيميت ميثود بتديك القيمه الافريج، هتيجي تستخدمها عند كل عند السنتر لاين بتاع كل طبقه عشان تحسب الاستريسز. وطبعا وانت بتحسب هتلاقي كل ما نزلت كل ما الافريج ستريسز قيمته ايه؟ تل. بس تخلي بالك العمق اللي هنشتغل عليه لو مفيش طبقه رق قبلتك، طبقه صخر، هيبقى بس عمق بيساوي
ثلاث مرات عرض الاساسات 3 بي، يعني اخرك كعمق في الحسابات 3 بي، لان بعد ال 3 بي تلاقي الاستريسز قلت جدا، تبقى قيمه غير مؤثره خالص على السيتل. يبقى انت بتستخدم، يعني مثلا عندك فوتنج 4 في 6، انزل لعمق قد ايه في الحسابات؟ ها 3 في 4 ب 12، تمام؟ 3 في 4 ب 12 بس، واقف على كده. عندك الاي اس المودولس اوف الاستيستي بتاع كل طبقه، والاتش زد ارتفاع كل طبقه، بس اعمل مع الطبقه الاولانيه زائد الطبقه الثانيه زائد الطبقه الثالثه، وصلت ل 12 متر ستوب، واقفل على كده. ماشي يا اخوانا؟ ارجو مع المعيدين وتدوسوا في الشيتس، ها، عشان تذاكروا كويس الكلام ده، لان اللي جاي مبني عليه. شكرا لحضراتكم.